تسعى الإدارة الأمريكية وبعض الشركاء لاستكمال خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين. الخطة تضمنت جدولاً زمنياً ثابتاً لإقامة دولة فلسطينية يمكن الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. والخطة غير المعلنة حتى الآن ستحقق مكاسب تاريخية للفلسطينيين، أهمها تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة وتفكيك العديد من المجمعات الاستيطانية بالضفة الغربية وقيام عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية وإعادة إعمار غزة وترتيبات للأمن والحوكمة للضفة الغربية وقطاع غزة معاً. على الجانب الآخر، ستحصل إسرائيل على ضمانات أمنية محددة تمنع تكرار ما جرى في 7 أكتوبر، وستحظى بتطبيع دول عربية وإسلامية معها بحسب واشنطن بوست. ولكن المسؤولين الأمريكيين الذين تحدثوا لواشنطن بوست أكدوا أن الجهود الأمريكية لطرح وتنفيذ هذه الخطة ترتبط بشكل مباشر بوقف القتال وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، فالمفتاح هو صفقة الرهائن.